رجعنا من جديد في فير بلاي نحكي على كان من وجهة نظر مصري. يعني تحول المصري موجود معنا بالتليفون زميل الإعلامي المصري بلال السيسي، مشكور على تواجده معنا باش نحكيه معه على آخر أخبار المنتخب المصري. بلال من موقع كل الكورة المصري، بلال أهلا بك. أهلا بك يا سلام، وأهلا بكل أهلنا في تونس وكل مستمع إكسبريس فانس في كل مكان. يعني مبسوط اللي أنا معاك، ويعني ومبسوط ان انا اكون معاك على التليفون، خاصه ان انت اسلم من اكثر الناس العزيزه على قلبنا. يعني وانت زيد يا بلال، شكرا ليك، الله يخليك. بلال السيسي، نحكي شويه بلال اخر اخبار المنتخب المصري، كيفاش كان في الاعلام المصري؟ هل شنو واخذ حظها كما يلزم؟ الاهتمام الاعلامي بالبطوله هذه كيفاش؟ تقريبا بطوله كبيره، نحب نعرف كيفاش قاعد يغزو لها الشارع المصري. والله السلام، الحمد لله. يعني كان النهارده انضمام صلاح وتريزيجيه لقائمه المنتخب او لمعسكر المنتخب قبل السفر للكاميرون، فكده القائمه بقت مكتمله وكل اللعيبه تحت تصرف كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني المصري. 28 لاعب جاهزين ان شاء الله باذن الله للسفر للكاميرون خلال الساعات القليله المقبله. يمكن احنا عارفين كمان ان احنا تم تعديل موعد السفر من اليوم الجمعه ليوم السبت، وفي محاولات اللي احنا يبقى البعثه تسافر في ميعادها يوم الجمعه باذن الله، خاصه ان كان مطار جروه غير جاهز لاستقبال طياره المنتخب المصري ليوم الجمعه، عشان كده تم تاجيل السفر ليوم السبت. لكن في محاولات مع الشركه المختصه بنقل المنتخب الى الكاميرون باذن الله. في طائره خاصه مش تكون الرحله الكاميرونيه، يعني في طائره خاصه. طائره خاصه باذن الله. يبدو انه فما مشاكل بلال، يبدو انه فما مشاكل في الكاميرون في المطار. حتى منتخب تونس كانت الرحله مبرمجه يوم غد الخميس، تم تاجيلها اليوم السبت ايضا. فهي المشاكل شكل ان يعني الاجواء هناك في الكاميرون غير مبشره خالص، خاصه ان احنا كنا بنتكلم ان كان في لغط كتير جدا على البطوله مع امكانيه، وانتشار اخبار كتير جدا ان كان وارد ان البطوله تتلغي، لكن اصرار سامويل الرئيس الاتحاد الكاميروني لكره القدم على اقامه البطوله في ميعادها، فده اللي كان مخلي البطوله تقام في الوقت الحالي. يعني نتمنى ان احنا نتجنب كل هذه السلبيات، وان بطوله الكام تظهر بشكل مميز، خاصه ان انت بتتكلم فده اهم حدث داخل القاره الافريقيه، ومشاركه كقابه كبيره جدا من النجوم، سواء بقى محمد صلاح، ساديو ماني، رياض محرز، وهبي الخضري، مجموعه كبيره جدا من النجوم، والعالم كله بيشوف الكره الافريقيه وبيشوف البطوله كاس الامم الافريقيه نظرا لقيمتها العريقه. كمان احنا عندنا هنا في مصر يعني في امال كثيره جدا متعلقه على المنتخب الوطني المصري بقياده كارلوس كيروش. يمكن الناس كانت متخوفه بشكل كبير جدا من المنتخب المصري خلال الفتره اللي فاتت، خاصه ان احنا بقينا بعاد بشكل كبير عن منصات التواجد في افريقيا، وبنامل في العوده مره ثانيه. يمكن اخر بطوله بالنسبه لنا كانت في سنه 2010، وكنا بعاد بشكل كبير، مش ده المنتخب المصري اللي كله كان منتظره، لكن ابتدينا يعني نستعيد قوتنا مره ثانيه مع وجود عناصر مهمه جدا، عناصر مميزه. قائمه المنتخب دلوقتي بقت قائمه محترمه، بقى عندنا ولو ان القائمه بلال ولو ان القائمه بلال بتاع منتخب مصر عليها بعض الانتقادات من الجماهير المصريه، خاصه القائمه كارلوس كيروش بتبيعها، خاصه نقطه استبعاد طارق حامد اللي نعرفه ناس كل لاعب مميز جدا في الزمالك. بكل تاكيد يعني الاختيارات المدير الفني مش هتبقى طرد جميع الاطراف. يمكن طارق حامد من اميز اللعيبه داخل القاره الافريقيه في مركز خط الوسط، واحد مميز جدا بالنسبه للمنتخب المصري، ولاعب مهم جدا بالنسبه للمنتخب المصري. لكن كروش اكد ان طارق في الكثير من اللقاءات ان طارق او استبعاد طارق هو استبعاد فني بحت، خاصه ان هو لا يناسب خططه ولا يناسب تفكيره، هو المسؤول في الاول وفي الاخر. يمكن احنا في النهايه مش هنعامل المدير الفني بالقطعه، احنا ننتظر النتائج في النهايه، ويتم في في النهايه محاسبه كروش. انت دلوقتي انت اللي مسؤول عن اختياراتك، وانت اللي مسؤول عن القائمه اللي راحت شارك في البطوله. طارق بالتاكيد لعيب مميز، وطارق بالتاكيد لعيب مهم جدا بالنسبه للمنتخب المصري، لكن لو جينا شفنا برضه في المقابل هتلاقي في خط الوسط في المنتخب المصري في مجموعه مميزه جدا من اللعيبه، سواء محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي ممكن يكون بعيد عن المشاركه مع ارسنال، لكن في النهايه انت بتلعب في نادي كبير جدا بحجم ارسنال، التدريبه فيه بالتاكيد بتبقى تدريبه مختلفه عن بمقام ثلاث اربع مباريات من الدوري المصري. فبالتالي احنا بنتكلم في فكره قيمه النني قيمه كبيره جدا. عندنا عمرو السوليه ممكن يكون الاصابه الى حد ما قد تؤثر على السوليه او مش هيلحق مباراه نيجيريا. في حمدي فتحي لعيب مميز جدا، واللعيب واعد بشكل كبير جدا، ولعيب من اهم اللعيبه في خط الوسط في الكره المصريه حاليا. لكنه انا نتبع شويه الاهلي يلعب شويه في خط محور الدفاع تقريبا مع عماد موسيماني على ثلاثه ملاعبين في المحور.
بالظبط، ثلاث لاعبين في المحور. فهو يعني كيوش ممكن يكون يعني كان بيفضل حمدي فتحي بشكل كبير، او بيفضل مهند الهاشمي بشكل كبير جدا على طارق حمد، خاصه ان طارق كيوش اكد اكثر من مره ان طارق لا يناسب خططه او يناسب التكتيك بتاعه. طارق طبعا ما فيش غنى عنه، طارق لعيب راجل جدا، لعيب مميز، لعيب تقل، بيدي تقل في خط الوسط، لكن في النهايه انت كمدير فني انت اللي مسؤول عن اختياراتك، واحنا ما علينا الا الانتظار لحين التعليق على ماذا سيقدمه المنتخب الوطني المصري في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون باذن الله. منتخب بحجم مصر ومنتخب بحجم يعني بحجم تاريخ مصر في افريقيا رايح بطوله كاس الامم الافريقيه، لا بديل عن ان انت تبقى موجود في المربع الذهبي على الاقل، او على الاقل تبقى موجود في المباراه النهائيه، خاصه ان انت بتضم مجموعه مميزه جدا من اللعيبه. انت على راسهم محمد صلاح، واحد يعد من ابرز ثلاث لعيبه على مستوى العالم، وده مش كلامنا، مش كلامنا كمصريين، ده كلام العالم كله. أكيد. وبالارقام وبكل حاجه، فبالتالي احنا لازم يبقى الطموح المنتخب المصري منتخب طموح كبير، بيضم مجموعه مميزه جدا من اللعيبه، سواء صلاح، تريزيجيه، مرموش، رمضان صبحي، مصطفى محمد. فقوام الحته قوام مهم جدا وقوام مميز جدا. أكيد. على مستوى عندك الشناوي في حراسه المرمى، واحد من ابرز وانيز الحراس داخل القاره الافريقيه حاليا. فكل المقامات تساعد كيروش على تقديم اداء يليق باسم الكره المصريه في الحدث الافريقي. اكيد. بلال، كيف تشوف الاعلام المصري والجماهير المصريه حضور المنتخب التونسي في البطوله؟ يمكن المنتخب التونسي في البطوله يعني ما يميز المنتخب التونسي في بطوله في الفتره الاخيره خاصه يا اسلام، اللي هو ما عندوش النجم الاوحد. يعني دايما لما تيجي مثلا تقول على منتخب مصر عنده صلاح، منتخب الجزائر عنده رياض محرز، منتخب السنغال عنده ساديو ماني، فانت بتتكلم انه في نجم بارز في كل منتخب من المنتخبات دي. لكن ما يميز المنتخب التونسي اللي هو لا يعتمد على نجم واحد، الفرقه هي النجم، فده بيدي حظوظ كبيره جدا للمنتخب التونسي اللي هو قدم شكله وظهر شكله اكثر من رائع طبعا في بطوله كاس العرب، هيبني عليها بالتاكيد منظر كبير في خلال فعاليات كاس الامم الافريقيه، بيضم مجموعه مميزه جدا من اللعيبه. بتتكلم مثلا علي معلول عنده خبرات كبيره جدا، بنتكلم كذا واحد الخزري، واحد من اميز اللعيبه اللي موجوده مع، فبالتالي مع 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 الاداء اللي ظهر بيه المنتخب التونسي في بطوله كاس العرب على ما اظن اللي هو هيبقى منتخب عنيد ومنتخب صعب جدا. طبعا كل الاحترام وكل التقدير للمنتخب التونسي. فكره يا اسلام ان انت بتبقى رايح بروح الجماعه، او انت ما انتش مش لعيب واحد هو اللي عليه الحمل، هو اللي عليه اللود، فده بشكل كبير جدا بيخلي ان كل اللعيبه متحرره وكل اللعيبه عايزه تطلع اقصى ما لديها عشان خاطر تقدر اللي هي تظهر بشكل مميز جدا. في لعيبه مميزه جدا وفي لعيبه بتتكلم فيها في المنتخب التونسي اللي هي تقدر تصنع الفرق في اي وقت من الاوقات. حالنا بقى اللعيب او جوهره من جوهر الكره العربيه والكره الافريقيه اللي بينتظر مستقبل كبير جدا خلال المرحله المقبله، ممكن يكون حالنا يعني عنده امال وعنده طموحات كبيره جدا، ونحن نتمنى اللي هو يظهر بشكل مميز خلال البطوله، خاصه في النهايه ان الكره التونسيه او الكره المصريه او الكره المغربيه، فبالتالي احنا كلنا واحد وكلنا ما فيش فرق ما بيننا، الفرق هي التنافس بس مش اكتر. كل واحد من جوانا، انا واحد كمصري بالتاكيد هبقى متمني، بتمنى طبعا ان مصر هي تبقى بطل افريقيا، وده بالتاكيد نفس شعورك اللي انت تبقى نفسك ان تونس تبقى هي بطل افريقيا. فبالتالي ده لا ما يخليناش اللي احنا نختلف في الراي، او ما يخليناش اللي احنا يعني عمليه التنافس تنافس في الكوره تنقل الصراع بره، لكن احنا نتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي. ناس كتير جدا بتؤكد صعوبه منتخب تونس، وخاصه اسلام ان انت جايب معنويات مرتفعه، ممكن تكون انت خسرت المباراه النهائيه في كاس العرب، لكن انت ما حدش كان كتير كان يتوقع وصول تونس للمباراه النهائيه، خاصه في ظل ان ما فيش النجم البارز. تونس طول عمرها عندها النجم، تحس ان تونس في نجم زيها، زي مثلا عندنا كان صلاح في فتره من الفترات، كان بيتكلم في ياسين الشيخاوي، في يوسف مسكني، ففتره من الفترات كان تونس لازم يبقى في نجم بارز، لكن دلوقتي المجموعه كلها والمنتخب ككل هو النجم، فده حظوظ كبيره جدا بتشيل اللود على الناس كلها. ده بيفكرني منتخب تونس، بيفكرني بنسبه كبيره جدا من منتخب مصر ايام حسن شحاته، ما كانش في نجم في منتخب واحد، لا كان في مجموعه من النجوم وكله كان بيأدي اقصى ما لديه، من ده اللي خلى مصر تسيطر على القاره الافريقيه في ثلاث دورات افريقيه ورا بعض، وده كان حدث نادر جدا من الحدوث. فده بيفكرني بشكل كبير جدا بمنتخب تونس حاليا، مدير فني وطني زي منذر الكبير، قد يكون مش عليه اتفاق ما بين الشارع التونسي، لكن في النهايه الراجل بيقدم مطلوب منه، الراجل صعد نهائي كاس العرب، الراجل صعد المرحله الختاميه والتصفيات النهائيه في تصفيات كاس افريقيا المؤهله لكاس العالم، الراجل في كاس الامم الافريقيه. فاحنا بالاخر النتائج هي اللي بتحكم، ممكن يكون الاداء بنسبه كبيره جدا غير مرضي بالنسبه للناس، لكن انا بالنسبه لي ما مش الاداء هو المقياس
بالنسبه لي النتائج والارقام هي المقياس في النهايه. ممكن اكون يعني المنتخب المغربي قدم اداء اكثر من رائع في كاس العرب، وشفنا اللي هو كان يعتبر اقوى منتخب في البطوله، وفي النهايه المنتخب المغربي لم يوفق وودع البطوله بدري بدري. فده اللي بيدل ان في خطه مميزه او في استراتيجي محطوط من جانب منذر الكبير، هو بينفذه بشكل كبير جدا، بيجيب اللعيبه اللي بتقدر تخدم على افكاره. في النهايه مفيش نجم في المنتخب التونسي، الفريق كله كنجم، وده بيزيد من حظوظ المنتخب التونسي في بطوله افريقيا باذن الله. مشكور جدا، يعطيك الصحه بلال السيسي زميلنا الاعلامي المصري على تدخلك معنا، واكيد بتكون لقاءات قادمه طيله ايام الكان. بلال اركد الدعوه مفتوحه من تو. ده شرف ليا اسلام، وانا تحت امرك في كل طول الوقت، وتحت امر اي حد في تونس. يعني تونس دي بلد الثاني، يعني قضيت فيها افضل ايامي في 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 خلال مباراه الاهلي والترجي اللي فاتت، يعني ما كنتش حاسس ان انا غريب، يعني باهي باهي زي ما انت بتقول. الله يخليك، شكرا لك بلال، يعطيك الصحه. مازال مواصلين في البلاي حتى الاربع فاصل